الفريق كان يعني كان على قلب رجل واحد حقيقي يعني، واحنا كنا بنتدرب من قبليها، فالحمد لله ربنا كرمنا. بس احب في الاول ان انا اشكر السفاره الالمانيه، واحب اشكر النادي الاهلي على احتضانه مثل هذه البطوله، واشكر الفرق المشاركه، والحمد لله ان البطوله طلعت بشيء مشرف ورائع ومظهر رائع، واثبتنا للفرق المشاركه ان مصر بلد الامن والامان، فدي حاجه جميله جدا. بالنسبه للفرق المشاركه يعني على مستوى معقول يعني، مش المستوى اللي احنا كنا بنطمح انه يكون في فرق يعني الند بالند او فرق اعلى يعني، المستوى كان يعني يدوب يعني بسيط جدا مش قوي يعني. لا التنظيم بصراحه جيد جدا، النادي الاهلي فعلا احنا بكرر شكر للنادي الاهلي للاستاذ خالد مرتجى واعضاء النادي الاهلي كلهم، وبشكر الكابتن محمود الخطيب حقيقي مرورا من اول ما تخش من البوابه لعامل اوضه الملابس، حقيقي شيء مشرف، والملاعب كانت جميله جدا، فاحنا سعداء بالامانه ان هو يتعمل مثل هذه البطوله في النادي الاهلي، ونتمنى ان شاء الله السنه الجايه انها تتكرر تاني باذن الله.